أهلا بيكم في مجلة الحياة. اتشهر بجسده النحيف اللي ساعده في تقديم أدوار الكوميديا وحصره المخرجين في أعمال معينة، وكان دوره في الفيلم لا يتعدى مشهد أو اتنين، فبدأ حياته كومبارس وتوفى كومبارس. وكانت حياته صعبة، فلم يحظى طوال حياته بالشهرة ولا أي اهتمام، حتى بعد وفاته لم يحضر عزاؤه زملائه في الفن ولم يروج عنه الإعلام. هو الفنان الراحل حسن كفتة. هنستعرض معاكم حكايات عن حياته العملية والشخصية، تابعونا. الاسم الحقيقي للفنان حسن كفتة هو حسن عبد السلام. اتولد يوم 17 مايو سنة 1938، ولأنه فشل في التعليم ما كانش قدامه حل غير أنه يشتغل مع والده كصبي سمكري. وفي يوم وأثناء عمله في الورشة اكتشف المخرج مختار حسين وعرض عليه الدخول عالم الفن، وكان عمره وقتها 10 سنين، وبالفعل شارك في أول أعماله من خلال فيلم العيش والملح مع الفنان سعد عبد الوهاب والفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف. وبمجرد بلوغه السن القانوني استخرج جواز سفر وسافر لواحدة من الدول العربية ليبحث عن مصدر رزق، وأثناء سفره اتهم في قضية تزوير وتم حبسه، لكنه رجع مرة تانية لمصر بعد ما أطلق سراحه وقرر استكمال مشواره الفني. وسنة 1956 كان في الخدمة العسكرية، ولأن جسده كان نحيف فكان بيكون سهل عليه يجيب الأكل وطلبات زملائه رغم الحصار. وفي يوم قال له القائد: أنت زي صباع الكفتة بس شاطر. ومن وقتها أصبح لقبه بين أصدقائه ومحبيه. وشارك الفنان حسن كفتة في أكتر من 200 مسرحية، ويعتبر أشهر أدواره هو دوره في مسرحية الهمجي مع الفنان الكبير محمد صبحي، واتشهر بإفيه ما تقدرش، وتألق في دور صغير في فيلم بوحة، وقدم مجموعة أعمال أخرى مع كبار الفنانين، وتعتبر آخر أعماله الفنية من خلال مسلسل الكبير قوي، وقدم حلقة مميزة خاصة بكرة القدم الأمريكية. وعلى الرغم من مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية، إلا أن الجمهور حب وعرفه من خلال مشاركته ككومبارس في الأفلام، وكانت معظم أدواره صامتة. ويعتبر حسن كفتة عاش حياته على مساعدات الفنانين، لأن دخله من الفن كان ضعيف جدا، واتكلم بحزن عن متاعب مهنته وقال إنه بيحس بالضيق من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه ودخله البسيط اللي مش بيزيد عن 100 جنيه، لكن حالته بتتغير تماما لما بيحس بحب جمهوره ويطلبوا منه إنه يتصور معاهم. وقتها بيحس بالفخر وإن السنوات الطويلة اللي قضاها ككومبارس ما ضاعتش على الفاضي. وشارك في ثورة 25 يناير وتمنى تجسيد شخصية زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عصر مبارك. وتزوج الفنان حسن كفتة في حياته 3 مرات وأنجب 9 أبناء، وكان عايش في شقة أوضتين وصالة. وتوفى يوم 21 نوفمبر سنة 2013 بسبب أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 75 سنة، وحضر الجنازة أهله فقط. وكشفت وفاته أبرز سلبيات الوسط الفني، فبعد مشاركة حسن كفتة كبار النجوم في صنع نجوميتهم، غاب كل النجوم عن جنازاته لتأدية واجب العزاء اللي أقيم في منطقة معروف وسط البلد. بكده يكون الفيديو انتهى. اكتبونا في التعليقات أكتر عمل حبيتوه للفنان حسن كفتة، واستنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.